الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب التوحيد، أو كتاب شرح كتاب التوحيد، لسماحة الشيخ العلامة المفتي عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاء الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 18 من الشهر من جماد الأولى لعام 44 و400 ألف، الموافق ليلة 12 من الشهر 12 لعام 22 و2000، وما زلنا في باب ما جاء في استسقاب النجوم، صح؟ طيب، يقول قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهم عن زيد بن خالد. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد ابن خالد رحمه الله رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. طيب، ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى إماما، يقال صلى لهم، صلى لهم. وفي الحديث: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا حاجة، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. صلى للناس لنفسه، وليس هذا معناه أنه صلى لهم أي أنه يبتغي العبادة من أجلهم. يعني مرة أنا قلت حي واحد: تصلي لنفسك ولا للناس؟ أطال فينا بالصلاة، قال: أنا أصلي لله، أنا عارف أصلي لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلى أحدكم للناس، ليس معنى للناس أن صلاتك ليست لله، وإنما المراد أنك تصلي إمام للناس حتى يقتدون بك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم صلاة الصبح بالحديبية، أي بمنطقة الحديبية وهي قريبة من الحرم، بعضها في الحرم بعضها في الحل، على إثر سماء، يعني البارحة كان قد نزل مطر أو غيث من السماء، كان من الليل. فلما انصرف، انصرف يعني توجه لهم، وهذه السنة، الإمام بعد السلام توجه إلى المصلي. أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أن أصحابه يعلمون ماذا قال الله؟ ها، يعلم أنهم ما يعلمون، فلماذا يقول لهم؟ حتى يلفت نظرهم وانتباههم إلى ما سيقول، واضح؟ فأعطاها الاستفهام: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهو يعلم أنهم لا يعلم ماذا قال. فقالوا: الله ورسوله أعلم، ولا يوحى عليهم، لكن حتى ينتبهوا ماذا سيقول لهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. إذا قال ذلك بلسانه أو اعتقده بقلبه، وأكمل من ذلك أن يعتقده بقلبه ويقوله بلسانه. يعني هذا ذكر، هذا مشروع. إذا رأيت أثر السماء، أثر المطر، أو إذا نزل المطر تقول: إيش مطرنا بفضل الله ورحمته، واضح؟ تقول هذا، تقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، وتعتقد وتؤمن بأن قد مطرنا بفضل الله ورحمته. يقول: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني كافر بالاعتقاد الذي يعتقده الجاهلية بأن الكوكب هو الذي ينزل المطر أو هو الذي سبب المطر، وهذا لا بأس به، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
لكن ما رأيكم أن يقول قائل فلان كافر أعوذ بالله كيف كافر؟ قال أقصد أنه كافر بالطاغوت، يجوز هذا؟ لا يجوز، عندما تطلق كافر يعني كافر بالله، لكن لابد أن تقيد. لو أردت أنه كافر بالطاغوت تقول إيش؟ تقول إيش؟ آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. لا بأس، كان بعض السلف إذا استنطق الصبي بدأ يتكلم بكلمات يقول له قل كفرت بالطاغوت وآمنت بالله، فلا بد من تقييد. أم يقول كافر وكفرت دون أن يقيد، فهذا عند الإطلاق يصل أنه كفر بالله والعياذ بالله. لكننا قال إيش؟ قال مؤمن به كافر بالكوكب، قيده. يعني هل معنى كافر بالكوكب يعني ما يؤمن فيه كوكب موجود؟ لا. أو ينكر أنه مخلوق مخلوقات الله؟ لا، هو أنه كافر به بالاعتقاد اللي عند المشركين عند الجاهلية، أن هذا الكوكب إما أنه الذي ينزل المطر والذي يخلق المطر وينزله ويرزق به العباد، فهذا شرك بالربوبية، أو أنه سبب لإنزال المطر وليس بسبب، لم يجعل الله سببا لا كونا ولا شرعا، فهذا من الشرك الأصغر. قال وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا وسمى أي كوكب من الكواكب فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما أي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى. وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا، النوع هذا لا ينزل مطر ولا سبب ينزل مطر، كيف يقول صدق؟ فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. ما معنى لا أقسم؟ يعني أقسم، لا أقسم يعني أقسم، تبهتم؟ مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني هذا القسم عظيم لأن المخلوق عظيم يدل على عظمة الخالق جل وعلا. المهم أن هؤلاء ينسبون الرزق لغير الله عز وجل، فبدأ يشكر الله، شكرهم لله يكون ماذا؟ تكذيبهم بالله عز وجل ونسبتهم للرزق لغير الله عز وجل. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، أورد قال الشارح رحمه الله تعالى أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث الصحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقد تقدم حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأن من سنة الجاهلية وأخلاقهم الاستسقاء بالأنواء بالنجوم كقولهم مطرنا بنوء كذا أو صدق نوء كذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وبين بطلانه، وأن الله هو الذي يسقي العباد وينزل المطر ويغيث الناس لا الأنواء والنجوم. وهذا الحديث يبين هذا المعنى. يقول زيد بن خالد الجهني صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، صلى بهم الصبح على إثر سماء يعني على إثر مطر كانت من الليل، ويقصد بسماء المطر، فإن المطر ينزل من جهة العلو من جهة السماء، فلما انصرف أقبل على الناس، كانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم. الشيء العالي يسمى سماء، الشيء العالي يسمى سماء، وإذا قال جل وعلا أنزلنا من السماء ماء يعني من السحاب، والسماء تسمى السماوات لعلوها، والسحاب يسمى سماء لأنه عالي. وإذا قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو. المعنى التفسير الثاني أأمنتم من في السماء، في السماء يعني على السماء. فلما انصرف أقبل على الناس، قال فلما انصرف أقبل على الناس، كانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف بوجهه إلى الناس يعطيهم وجهه ويقابلهم عليه الصلاة والسلام، ويكمل بقية الأذكار الشرعية التي بعد الصلاة. بعض الأئمة ماذا يفعل إذا صلى؟ ما ينصرف ويقابل الناس، لا، وإنما على جنب هكذا. لماذا لا يتوجه للناس؟ هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. رأيت أحدهم ذات يوم صليت في مسجد ففعل ذلك، سلم فتوجه جهة واحدة، فأشرت إليه قلت له لف، سمع كلامي جزاه الله خير ولف. فجئت بعد الصلاة قلت له لماذا هكذا تفعل؟ قال حتى لا أتوجه بالدبر إلى القبلة. قلت وإذا فعلت ذاك إيش المشكلة؟ قال احتراما للقبلة،
والاحترام مطلوب صح. قلت له فما بال الخطيب يخطب في الناس صح ويستدبر القبلة، فيها شيء؟ ما فيها شيء، إنما جاء النهي عند قضاء الحاجة في استقبال واستدبار القبلة. أما إنك إذا انصرفت من الصلاة فلا بأس أن تستدبر القبلة، في الصلاة تستقبل القبلة، بعد الصلاة الأمر واسع، ليس بالضرورة أن تستدبر أو تستقبل القبلة، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه انصرف وأقبل على الناس بوجهه، هذه السنة. نعم. قال فلما انصرف إليهم وأعطاهم وجهه وعظهم وذكرهم وقال في ذلك أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذه عادة الصحابة. كلام جميل. وعظهم وذكرهم، ما هي الموعظة وما الذكر في هذا الكلام؟ هذا التوحيد، هذا أعظم موعظة وأعظم تذكير، أن يذكرهم بتوحيد الله عز وجل، أن هذا المطر إنما هو نزل بفضل الله ورحمته جل وعلا. نعم. قال وهذه عادة الصحابة رضي الله عنهم، إذا سئلوا عما لا يعلموا يقولون الله ورسوله أعلم. وهذا هو الواجب على كل إنسان لا يعلم، إذا سئل أن يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء، ولهذا يقول الله ورسوله أعلم. طيب، هل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم؟ الأمر فيه تفصيل. إذا قلت الله أعلم ما في إشكال، لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تقول الله ورسوله أعلم، انقصت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم شرع الله عز وجل. اللهم نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الشرع كله، ما في شيء من الشرع لا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف وقد أنزل عليه وأمر أن يبلغه. لكن بعض الناس خاصة من الصوفية، حتى لو سألته ما سعر كذا كذا غدا سيرتفع سينزل، يقول لك الله ورسوله أعلم، يجوز هذا؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، إيش سيحصل غدا لا وبعد وفاته، وهذا يقررونه ويستدلون بحديث لا يصح عن أحوال أمة محمد أنها تعرض أحوال أمة النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله في قبره، فإن رأى خيرا حمد الله أو شكر الله، فإن رأى غير ذلك استغفر الله لأمته، وهذا باطل، باطل، حتى أنه يخالف حديث القوم الذين أخوام يذادون عن الحوض يوم القيامة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقال لا، أنهم ليسوا بأصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا صحيح وصريح، النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم ماذا تفعل الأمة بعد أن توفي صلاة ربي وسلامه عليه، واضح؟ فهذا ليس بصحيح، ولذلك فتح هذا القائل، واحد إباضي كان يناظر، بابا للاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقرر هذا. الباضي عنده مسلم مرتكب الكبيرة مخلد في النار، والعاصم مخلد في النار، والقرآن مخلوق، نفي رؤية الله عز وجل، أما التوحيد ما لهم عناية فيه، بل يجيزون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وهذا من الشرك بالله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يسأل الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أن ندعو الله، قال إذا سألت فاسأل الله، ما قال اسألوني. الصحابة نفسهم ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسأل الأنبياء والمرسلين الذين من قبله، لم يؤثر عنه قط أنه قال يا إبراهيم اشفع لي، ولا ويا نوح خذ بيدي، هذا كله باطل. لكن عندهم شبهة، يقولون أن حياة النبي عليه الصلاة والسلام في البرزخ أكمل من حياته في الدنيا، فإذا كان في الدنيا يجوز أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يا رسول الله ادعو الله لنا، يا رسول الله استسقي لنا، صح؟ هو حي؟ نعم يجوز. يأتي الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ادعو لأمي، قال أبو هريرة ادعو لأمي، صح؟ امرأة كانت تصرع وتتكشف، فقالت يا رسول الله ادعو الله لي فإني أصرع وأتكشف، فقال إن شئت صبرتي وإن شئت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، قالت إذن أصبر لك ادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف. فإذا كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجوز للصحابي يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ادعو الله لي، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم البرزخية والأخروية أكمل من حياته في هذه الدنيا، فإذا كان في حياته في الدنيا يجوز أن يسأل
فما بالك في حياتي التي هي أكمل؟ عرفتم الشبهة؟ وهذه شبهة باطلة، ترى ضعيفة جدا هذه الشبهة. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن حياته بعد وفاته أكمل أو لا يعلم؟ ها؟ يعلم، يعني ما أقول لبعضي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم. طيب لماذا ما قال لنا بعد وفاتي حياتي أكمل؟ ها؟ ادعوني وأدعو لكم، سألوني للشفاعة وأشفع لكم. ما قال هذا عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون كتم شيء من الدين. ها، هل يمكن أن كتم شيء من الدين؟ كلا، حاشا. الله جل وعلا أنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يمكن أن هذا من الدين، أن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مشروع أن يؤتي إلى قبره أو حتى من بعيد من قبره ويسأل ادعو لنا يا رسول الله أو اشفع لنا يا رسول الله أو خذ بيدي يا رسول الله. لو كان مشروعا لبينه الله في كتابه، لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لطبقه الرسول عليه الصلاة والسلام مع الأنبياء من قبل، لطبقه الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كما يقال قياس مع النص. النص يدعو أن ندعو الله وحده، فادعو الله مخلصين له الدين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، ما قال فاسأل الله واسألني، قال فاسأل الله. كل هذه النصوص التي يأمر الله عز وجل أن يدعى وحده، يأتي واحد بهذه الفلسفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بعد وفاته من حياته الدنيوية فيجوز؟ نترك هذه النصوص الواضحة الصريحة، نترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان من هديه يدعو الأموات؟ هل أرشد إلى ذلك؟ هل كتم شيء من الدين؟ هل الصحابة فعلوا ذلك؟ لا. فكيف نقول هذا؟ هذا دعوة إلى الشرك والعياذ بالله. ولذلك دعوا غير النبي عليه الصلاة والسلام، بعد هذا صالح وهذا مع البيت وهذا ولي، وأخذوا يدعون غير الله عز وجل، وفتحوا بابا واسعا من أبواب الضلال والشر والشرك. فأصبح كثير من الأمة يزورون هذه المزارات ويعظمونها ويتمسحون بها ويسألونها بإلحاح ما يسألون الله عز وجل معشار ما يسألونها إيش به أو منه هؤلاء الأولياء. تجد الخشوع وتجد الدموع وتجد الرجاء وتجد التمسح، كل هذا ما يتوجهون إلى الله عز وجل بمثله، نسأل الله العافية. فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. نعم. قال أما بعد وفاته فيقال الله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا يحدث لانقطاع الوحي عنه، فلا يعرف ما يقع في الناس، كما جاء في قصة منع بعض أمته عن حوضه عليه الصلاة والسلام فيقول يا رب أصيحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهو لا يدري ما الصالح عيسى المريم عليه السلام. نعم. قال فهو لا يدري ما يقع بعده من الناس إلا ما يعرض عليه، كصلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام، فإنه قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم عليه الصلاة والسلام. طيب أيضا هذا من شبهه، يقول الآن الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغه وهو في قبره، فلماذا إذا سألناه الشفاعة ما يبلغ ذلك، ما يبلغ ذاك وهو في قبره؟ تبهتم؟ ما الذي أخبرنا بأن الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وسلامنا عليه يعرض عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من أبلغنا بأن في ملائكة يوصلون سلامنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن صلاتنا وسلامنا عليه يبلغه وهو في قبره، ولم يبلغنا بأن سؤالنا إياه يبلغه في قبره؟ لا، ويستجيب لنا بعد، ليش ما قال لنا ذلك؟ أيترك تبليغ أمته بذلك حتى يأتي واحد ها ويستنبط هذا الاستنباط ويقول الأمة اسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله؟ هل يعقل هذا؟ هذا والله فيه طعن بالرسول عليه الصلاة والسلام. إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قصر في التبليغ، أو أنت تجاوزت الرسول صلى الله عليه وسلم وافتريت على الله ورسوله وقلت بأنه يشرع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الشفاعة منه وهو في قبره بعد وفاته. هذا كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فهو لا يدري ما يقع بعده من الناس إلا ما يعرض عليه،
كصلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم عليه الصلاة والسلام. فيقول الإنسان إذا سئل عما لا يعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم أو لا أدري. وهذا من العلم، هذا من الأدب، أن يقول لا أدري لما لا يعلم، ولا يتكلف ولا يقول بغير علم. إذا قال لا أعلم لا أدري، هل تزيد ثقة الناس به ولا تضعف؟ تزيد. هكذا بس قلت تزيد، هذا معنى ما يعرف شيء. بدل إيش يقول لا أعلم لا أعلم، لا أدري لا أدري. هذا إذا كان يجيب على بعض الأسئلة وبعض الأسئلة يقول لا أعلم لا أدري، دليل إنه إيش، هو متأكد من الأسئلة التي يجيب عليها، الناس تثق به. هذا أصلا إذا كان شيء ما يعرف يقول إيش، يقول لا أدري. انتبهتم؟ بس ما يتصنع ذلك. يعني هذا حتى في أمور الدنيا، لو أتى إنسان إلى ميكانيكي وإلا إلى طبيب وقال هالشيء هذا أنا ما أعرف، هذا مو متخصصي. إذا سأل شيء عن تخصصه أجاب، لأنه ما يجيب إلا شيء يعرفه، بدليل أنه إيش، ما ليس من تخصصه ما أجاب. انتبهتم؟ فالواجب على المسلم أن يقول عن ما لا يعلم الله أعلم أو لا أدري. قد قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت، قال الله: وما أوتيت من علم إلا قليلا. نعم. قال: ولهذا قال بعض السلف: نصف العلم لا أدري، لأن العلم شيئان، شيء تعرفه وشيء لا تعرفه، فلا أدري نصف العلم. فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الرب عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني هذه الليلة التي فيها المطر أصبح منهم كافر ومنهم مؤمن. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني مؤمن بالله لأنه مالك الأمطار ومالك للعباد سبحانه وتعالى، وهو من فضله عز وجل ورحمته حيث أغاثهم وتفضل عليهم، هذا من فضله سبحانه وتعالى. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. وهذا يبين لنا أنه لا يجوز أن يقال مطرنا بنوء كذا، وأنه من أنواع الكفر، ولا يقال عند المطر صدق نوء كذا أو سقينا بنجم كذا ولا بنوء كذا، ولكن يقال مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله مطرنا بنوء كذا، إن أراد بذلك أن النوء هو الذي أحدث المطر وهو المتصرف في الكون، فهذا كفر أكبر نعوذ بالله. وإن أعد قال: وقوله مطرنا بنوء كذا، إن أراد بذلك أن النوء هو الذي أحدث المطر وهو المتصرف في الكون، فهذا كفر أكبر نعوذ بالله. هذا كفر بالربوبية، إذا اعتقد أن الكوكب هو الذي ينزل المطر، هو الذي يرزق العباد، هذا كفر بالربوبية. نعم. وإن قال مطرنا بنوء كذا وكذا ظنا منه أنه سبب، فهذا أيضا من أنواع الكفر، وإن كان كفرا أصغر لإطلاق الحديث عليه، مطرنا بنوء كذا يعني بسبب نوء كذا، فليس له تسبب، بل كله من الله عز وجل. والكوكب لا يحدث ولا ينزل مطرا وليس بسبب، وإنما هو ظرف من الظروف تقع فيه الحوادث كما تقع في الأيام والليالي، فهو ظرف وليس بمحدث ولا بمتسبب. ولهذا أنكر الرب عز وجل على من قال ذلك، فلا يجوز أن يقال مطرنا بنوء كذا ولو أراد أنه ظرف، لا يعبر بهذا التعبير. نعم. أما إذا قال مطرنا في وقت كذا، مطرنا في الصيف، مطرنا في الشتاء، مطرنا في زمن الربيع، مطرنا في وقت الثريا وفي وقت كذا، لا بأس من باب الإخبار عن الوقت، أما بنوء كذا فلا يجوز لإطلاق النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. نعم. وهكذا قوله: لقد صدق نوء كذا، وهو من هذا الباب، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فلا يجوز، ولكن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. ثم أنزل الله فيها قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون حظكم من نعم الله وفضله أنكم تكذبون بذلك في قولكم مطرنا بنوء كذا أو لقد صدق نوء كذا. فالواجب هو الاعتراف بنعمة الله وأنه من فضله سبحانه وتعالى
ومن إحسانه إلى عباده، وأنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية وأخلاق الجاهلية وألفاظ الجاهلية، كمطرنا بنوء كذا، أو لقد صدق نوء كذا، أو لقد صدق الحاكم الفلاني، أو ما أشبه ذلك مما يوهم أن لهذه النجوم تصرفا أو تسببا في هذا الغيب، بل هو من فضل الله ورحمته جل وعلا، وليس لها سبب، وإنما هي زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، ليس لها تعلق بالأمطار ولا بالحوادث. ماذا يسمى هذا؟ اللي يقولون بأن النجوم تؤثر بحوادث الأرض، علم التأثير، هذا لا يجوز، هي لا تؤثر، لا هي سبب، فضلا تكون هي التي فعلت، ليست بسبب، ولا هي من باب أولى تكون خلقت المطر، لكن لا بأس إيش بعلم التسيير، أن مسيرتها تدلك على جهتها شمال جنوب، موسم الأمطار، موسم البذور، موسم مرور الطيور، موسم طيور مرور الأسماك، هي لا تفعل شيئا، لكن هذه لها دورة، يدوروا مع بعض، في كل سنة في الفترة الفلانية تمر الأسماك الفلانية أو الطيور الفلانية أو تبذر البذور الفلانية، هي ما لها علاقة، هي تسير وهذه تسير، ها؟ بنفس السرعة يعني، فحينئذ أو نفس الزمن، فحينئذ يقال إيش؟ أن هذا الموسم يعني ممكن تمر فيه الطيور أو تمر الأسماك أو تنبت النباتات، لكن هل هي تؤثر؟ لا، واضح؟ لا يجوز. نعم. قال: والتنجيم الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكر، هو الذي أنكره العلماء وبيّنوا أنه كفر وضلال، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على حوادث الأرض، فهذا هو المنكر. أما إذا قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا هو الحق، أو قال مطرنا في وقت كذا كالربيع في وقت الصيف، في رجب، في شعبان، في وقت النجم الفلاني، فالمطر نزل في وقت كذا وكذا، في نوء الثريا، في نوء كذا، لا بنوء كذا، وإنما يخبر عن الوقت ليعرف ويضبط، هذا لا دخل له في ذلك ولا يضر، وفق الله الجميع. نعم، جميل، واضح إن شاء الله. تفضل. قال الأسئلة شو؟ الأسئلة. سئل رحمه الله: ما معنى هذا منخفض جوي؟ قال: لا أعرف هذا. نعم. سئل: إذا غاب النجم من اليسار، قالوا هذا شر، وبعضهم يتشائمون بها بشهر. جميل، عندك حاشية؟ نعم. أوردنا. قال: أوردنا هذه الإجابة ليعلم القارئ أن سماحة الشيخ رحمه الله كان لا يتحرج أن يقول لا أعلم أو لا أدري، فقد كان يشرح قول الصحابة رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم، ونقل عن السلف ما يفيد أن لا أدري نصف العلم، فلما سئل عما لا يحضره فيه جواب علمي قال لا أعرف، فهو امتثل ما يدعو إليه، فعلى المسلم أن يتعلى بهذا الأدب العلمي ولا يتخرج في قوله. ظهر ولا يتحرج. نعم. طيب، كم السؤال الثاني؟ قال: إذا غاب النجم من اليسار، قالوا هذا شر، وبعضهم يتشاءمون بشهر صفر. قال رحمه الله: كل هذا باطل، هذا من أعمال الجاهلية. صحيح. نعم. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامس قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. طيب، أن من الكفر ما لا يخرج من الملة يشير إلى ماذا؟ إذا ما اعتقد أن الكوكب الفلاني سبب، ليس هو الذي خلق المطر، سبب، فهذا كفر أيضا، لكنه كفر لا يخرج من الملة. ما اعتقد أن الكوكب الفلاني أو النجم الفلاني هو الذي يخلق المطر ويرزق العباد، فهذا كفر يخرج من الملة. نعم. الخامس قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم. العاشرة وعيد النائحة. بارك الله. أكمل باب البعدة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية، وقوله
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وصارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا، وذلك لا يجدي عن أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. نعم، هذا باب عظيم. يقول شيخ الإسلام مجدد محمد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذي آمن وشد حبا لله. ومن الناس يعني ممن أشرك بالله عز وجل يتخذ من دون الله. كل خلق الله من دون الله، فمن اتخذهم أندادا يعني شركاء نظراء يحبونهم كحب الله، حب عبادة، كما أن المسلم يحب الله عز يعبد الله، المشرك يحب الند يعبد الند. فمن أحب مخلوقا عبادة له فقد أشرك بالله عز وجل. الذي يحب محبة عبادة لذاته هو الله وحده، الله وحده. وما الذي يحملك ويحمل غيرك على حب الله عز وجل؟ أصلا الواحد يحب الشيء لماذا؟ إما لأنه محسن إليه، يحب لأنه محسن كحب الأولاد الوالدين يحبون من أحسن إليه، وإما لما فيه من الصفات الحميدة قوة ولا جمال ولا سرعة ولا ذكاء فيحبه، يعجب فيه في قوته في ذكائه في 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 دقة صنعته فيحب، وإما لجماله لأنه جميل يحب المنظر هذا يحب الشكل هذا. تعال الآن، من الذي أحسن إلى خلق جميعا؟ الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، فيحب لإحسانه، فهو المنعم جل وعلا المعطي المنان. وما بكم من نعمة فمن الله. طيب، صفات الحميدة كل الحمد له سبحانه وتعالى، كل صفات الكمال والجلال لله عز وحده لا شريك له، الحمد لله رب العالمين. طيب الجمال، الله عز إن الله جميل يحب الجمال، ما من مخلوق جميل إلا والله أجمل منه. لماذا؟ لأن أصلا هذا المخلوق من أعطاه الجمال؟ الله عز وجل. فمعطي الكمال أولى بالكمال. إذا كانت هذه المخلوقات من بشر من طيور من حيوانات من شلالات من بحار من جبال من نجوم زين السماء الدنيا أي شيء جميل كبير صغير، فهذا الجمال أعطاه الله إياه، حتما سيكون الله عز وجل أجمل منه. فمعطي الكمال أولى بالكمال. ولذلك أعظم نعيم أهل الجنة ماذا يا أبا حمدان؟ ها جاوب. ها سألت أنا السؤال، أعيد السؤال. أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى الله عز وجل. شفت هذا نعيم عظيم، لبعضية يستهزئون تتلذذ بالنظر إلى الله وكلام سخيف وكفر حتى بالله. طيب لماذا لا يرغب المسلم أن يتلذذ بالنظر إلى الله عز وجل؟ أن إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله يقول في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وحتى الإنسان يدرك هذا، كم من النعيم يحرص الناس عليه من أجل النظر، يسافرون يدفعون أموال ويتكلفون حتى يذهب ينظر المناظر الجميلة، يدفعون أموال من أجل إيش؟ الزوجة الحسناء الجميلة، صح؟ يشتري اللوحة الفلانية لأنها لوحة جميلة. الجمال يحرص على الإنسان ومتعة،
كما يستمتع الإنسان بما يسمع ويستمتع بما يشم ويدفع أموال من أجل الأطياب والعطورات صح، ويدفع إيش أموال من أجل الذوق والطعم، ويدفع أموال من أجل اللمس شيء ناعم حرير ناس تدفع فيه وإلى آخره. طيب أيضا العين تستلذ بالنظر، فلماذا لا يتلذ النظر إلى العبد إلى النظر إلى الله عز وجل الذي هو أعظم الجمال، لا يمكن لمخلوق يماثل الله عز ولا يقاربه، الله أجمل من كل شيء. فنسأل الله لذة النظر إلى وجه الكريم. بينما قال الله عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيقول الشافعي لما حجب نفسه جل وعلا عن أعدائه دل على أن أولياءه يرونه، حتى قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المهم إذن الله عز وجل يحب لذاته، هو الذي أنعم على عباده وأحسن إليهم، فما بكم من نعمة فمن الله، وهو الذي له صفات الكمال والجلال، وكما قلنا أن الصفات الحميدة تجعل إيش المحمود هذا يحب لسرعته لذكائه لفطنته لأي شيء يعني فيه من الصفات، سرعة ولا قوة ولا ذكاء ولا حنكة ولا ها. طيب ما بالك بالله عز الذي له صفات الكمال صفات الجلال العظم والكبرياء، فيحب لما له من الصفات. ثالثا يحب الشيء لجماله، الله أجمل من كل شيء. إذن كل هذه الأسباب تجعل المسلم يحب الله عز وجل، ولا يجوز أن يحب مخلوقا كحب الله، لأن ما في مخلوق ها يماثل الله عز وجل لا في عطائه ولا في صفات كماله ولا في جماله، فكيف حينئذ يحب مخلوق كحب الله؟ فمن أحب مخلوقا كحب الله أشرك بالله عز وجل، ولذلك محبة العبد لله تقتضي أن يعبده، ولذلك يجتمع في العبادة ماذا؟ حب مع خوف ورجاء وخضوع وتذلل. ولذلك نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا نخاف منه ولا نرجوه ولا نتذلل له صح؟ نحبه في الله، ومحبته طاعة لله، فنحبه لله كما أن نصلي لله، نصوم لله، نقرأ القرآن لله، نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله، العمل صالح، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عمل صالح من الأعمال، كما أن نتقرب إلى الله بالصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر، نتقرب إلى الله بحب الرسول عليه الصلاة والسلام، هي عبادة لله عز وجل، حب الرسول من العبادات التي تتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ونحبه في الله لأنه مطيع لله عز وجل، من الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. أما نحب الرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله كلا، فحب الله عبادته بهذه العبادة عبادة الحب، فلا يجوز أن نعبد مع الله أحدا، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصالحين ولا أولياء ولا زوجة ولا ولد ولا مال، ما يجوز أن يحب المخلوق كحب الله، فهذا من فعل المشركين، فقال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ممن؟ من المشركين، الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، واضح التفسير؟ فالمشركون أيضا يحبون الله لكن يحبون الله ويحبون مع الله الأنداد، فحب الأنداد مع الله عند المشركين أضعف من حبهم لله، انتصف الحب، منهما هو حب لله ومنهما حب للمخلوق فضعفت محبتهم، فحب المؤمن لله أشد، لماذا؟ لأنه حب خالص لله عباد الله وحده، وحب المشركين لله أقل وأضعف، لماذا؟ لأنه مخلوط يحبون الله ويحبون الولي مع الله، واضح؟ تفسير آخر والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشرك لإلهه للولي للصنم للوثن، فالمؤمن الموحد يحب الله عز وجل والمشرك يحب الصنم، فحب العبد المؤمن لله عز وجل أشد من حب هذا الهندوسي لبوذا مثلا أو هذا البوذي لبوذا، ها؟ هذا يحب إلهه وهذا يحب إلهه، فحب المسلم لله أشد من حب البوذي لبوذا، واضح؟
لكن التفسير الأول أصح. لماذا؟ لأنه يشكل عليه أن المشركين يحبون الله. ألا يحبون الله؟ يحبون الله. حتى من المشركين ممن ينتسب للإسلام زورا يحجون، يتصدقون، يعتمرون، ابن المساجد الضرار، ها مليان البلد منهم، ويحبون الله ولا لا؟ لو سألت هل تحب الله؟ قال نعم حب الله، هو صادق حب الله، لكن يحب الله ويحب أيضا ها معه غير الله، أشرك أشرك. خلينا الآن نضرب مثال آخر غير الحب، الدعاء. المسلم يدعو الله عز وجل، والمشرك يدعو الله ولا يدعو الله؟ أيضا يدعو الله. ولذلك بنص كتاب الله في موضع في مواضع من القرآن أن المشرك في الرخاء يدعو غير الله، وفي الشدة يدعو الله وحده. وإذا غشى موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. إذن يدعو الله أو لا يدعو الله المشرك؟ يدعو الله. فلا إشكال أن يكون مشركا وإن كان يدعو الله، ولا إشكال أن يكون مشركا ولو كان يحب الله، لأنه يحب الله ويحب معه غيره. أما حب العبادة من المؤمن فيعبد الله وحده لا شريك له. فإذا قال جل وعلا من الناس من يتقي من دون الله أندادا يحبون كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حب المؤمن لله حب خالص، بينما حب المشركين لله حب مختلط مشترك، حبون الله وحبون الولي. قال وقوله قل إن كان آباءكم وأبناءكم إلى قول أحب إليكم الله ورسوله فتربصوا. هذا وعيد من الله عز وجل الذي يقدم محبة الآباء والأبناء والتجارة والزراعة على حب الله عز وجل، يقول إيش؟ فتربصوا، انتظروا حتى يأتيكم العذاب. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه. لا يؤمن أحدكم، هذا لا نفي ولا نهي؟ ها نفي، أحسنت. ها كيف النهي؟ النهي ينهاك عن فعل شيء. لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، واضح؟ لا تجسسوا. أما هنا ينفي الإيمان، يقول لا يؤمنوا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هو أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين. النفي أول ما يطلق يحمل على نفي الوجود، لا يوجد يعني، مثل لا إله إلا الله، لا يوجد معبود حق مستحق العبادة إلا الله. إذا قيل لا رجل في الدار يعني ما فيه، صح؟ نفي للوجود. إذا استقام الكلام وإلا حمل على نفي الصحة، يعني شيء موجود، لا هو النفي للوجود، موجود لكن ليس بالصحيح. مثلا لا صلاة لمن لا وضوء له، مع قدرة على الوضوء لا يتوضأ، إيش هذا؟ لا صلاة موجودة ولا لا صلاة صحيحة؟ لا صلاة صحيحة، نفي للصحة، لأنه موجود يركع ويسجد. حتى الرجل ذاك الذي لم يطمئن في صلاته صلى 3 مرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي. فهذا لا صلاة له لأنه أخل بأركان الصلاة. لكن موجودة أو ليست بموجودة؟ موجودة. إذن لا أراد نفي الصحة لا الوجود. فإن لم يستقم الكلام فيحمل على نفي الكمال، نفي الكمال، يعني هو موجود وصحيح لكن ليس بكامل، ليس بكامل. ثم الذي ليس بكامل إما ناقص وجوبه، ترك شيء من الواجب فهو صحيح ليس باطل لكن على إثم قصر، أو ترك مستحبا، ترك مستحبا هو صحيح ولا إثم عليه لكنه ترك مستحبا لو أتى به لكان أكمل، لكان أكمل. واضح الآن؟ لازم نحمل كل نفي بالسنة، إذا قال بل في الكتاب والسنة على المعنى الصحيح. الأصل أن النفي المراد به نفي وجود الشيء، فإن لم يستقم وإلا نفي صحة الشيء، فإن لم يستقم وإلا نفي كمال الشيء. وهذا الكمال قد يكون كمال واجب وقد يكون كمال مستحب، كل مسألة بحسبها. واضح؟ إذا واحد مثلا شاف الآن صار في فوضى في البلاد أو فوضى في البيت، يقول البيت ما في رجل، هو في 4-5 رجال، يقول ما في رجل، إيش يقصد؟ ها يعني كلهم إناث
في رجال كيف يقول يقصد ما في رجال على قدر المسؤولية، ها؟ يقول البلد ما فيها، ما فيها نظام، البلد فيها نظام، ليش يقول ما في نظام؟ يقصد أن النظام فيه إيش؟ فيه ضعف، واضح؟ ما في نظام، لا في نظام، في قوانين وفي عقوبات وفي محاكم وفي سجون، كيف هذا يقول البلد ما فيها نظام؟ إيش قصد؟ أن في ضعف في تطبيق النظام، فما يحمل على نفي الوجود مع وجوده، وإنما يحمل على النش على نفي كماله أو نفي صحته. طيب هنا الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، هل معنى كافر؟ هل معنى هذا لا يوجد، ولا معنى لا يصح الإيمان، ولا لا يكمل الإيمان؟ والكمال هذا واجب، كمال واجب وكمال مستحب. الذي يظهر أنه إيش؟ نفي للكمال الواجب، الكمال الواجب، لأن لو أن شخصا ما قدم رغبة ولده أو والده على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون عاصيا، ما يكون كافرا، ما يكون كافرا، لأن حب الرسول عليه الصلاة والسلام هنا المقصود به حب اتباع وطاعة، مش حب عشق كما تفعل الصوفية يتغزلون بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون إيش خدودكم أو شفايفكم مش عارف إيش، لا مو هذا، مو هذا الحب. الحب لو كنت حب، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني إذا كان المسلم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم أمره، يمتثل أمره، يتسنى بسنته، صح؟ يدافع عن سنته، يدافع عن أصحابه، يدافع عن عرضه، هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن الشخص قصر في شيء من ذلك لا يكون كافرا، يكون عاصيا. طيب هنا الحديث يقول من ولده ووالده، في لفظ قدم الوالد على الولد، قال من والده وولده، واضح؟ وفي لفظ ماذا قدم؟ الولد على الوالد. يحتمل هذا التصرف من بعض الرواة، أن الصحابي والذي دونه يعني رواه بالمعنى، مرة قال إيش من والده وولده، ومرة قال من ولده ووالده. ما الذي يقدم، الولد ولا الوالد؟ كل الناس عندهم والد، لكن ليس كل الناس عندهم ولد. من هذا من حيث هذا المعنى، ها، فأولى تقديم الوالد، صح؟ يعني يشمل حتى الذي ليس له ولد، حتى الغير متزوج لابد أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من والده. ورواية ولده ممكن، لأن الولد أيضا أعز على الإنسان من الوالد، وهذا يدركه نسأل الله العافية ويرحم الأموات المسلمين جميعا، الذي يفقد الولد لكن الذي يفقد الوالد، الوالد توفي الله يرحمه، لكن فقد الولد أصعب على النفس بكثير، انتبهتم؟ واضح؟ فالولد من البلاء العظيم فقدان الولد. حتى كثير من الناس يمكن يقدم أولاده على والديه ولا هم ألزم عليه أولادي، صح ولا لا؟ فلذلك لما كان الولد أعز وتمسك الناس فيه أكثر قدم ذكر الولد، تقديم ذكر الوالد لأن كل الناس عندهم والد لكن ليس كل الناس عندهم ولد، تقديم الولد لأن الولد أعز وأصعب على النفس معصيته أو رده، حتى لو إنسان عنده مثلا مال ولا شيء يعطي والدي أكثر ولا يعطي أولاده أكثر، الوالدين يعطي يعني طيبة خاطر، لا أولاده يعطيهم كما يقال ماء العين، يعطيهم الدم، دمه يعني يستعد يقطع من جلده عشان أولاده، لكن الوالدين يعني تبون شيء تبون ما تبون زين أعطاهم شيء يعني على الخفيف، بعضهم ما يعطي لكن حق الأولاد يعطون. المهم أن هكذا الحديث ورد بهذا اللفظ، هذا تقديم الولد على الوالد أو تقديم الوالد على الولد. والناس أجمعين، هذا عطف ماذا على ماذا؟ الناس أجمعين، عطف إيش؟ العام على الخاص، واضح؟ يقول أخرجه البخاري ومسلم. ولهما عنه أي أيضا عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من ثلاث خصال من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا دليل على أن الإيمان له حلاوة ولا لا؟ له حلاوة وله طعم، لكن هذه الحلاوة وهذا الطعم حسي ولا معنوي؟ ها، معنوي، ما هو مثل حلاوة العسل والسكر، لا لا هذا معنوي. طيب
يقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، محبة الله ورسوله. طبعا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله. يقول طبعا بتقديم أمر الله ورسوله على أمر كل شيء، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني تكون علاقته وحبه لهذا المرء صديقه أو خليله أو زميله يحبه لله، لأنه مطيع لله بعيد عن معصية الله يزداد حبه لهذا الأخ ويضعف حسب طاعته لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. نكره وبغض الكفر. طيب النار هنا أي نار؟ نار جهنم يوم القيامة ولا نار الدنيا؟ الدنيا. ها، كما يكره أن يقذف في النار، يعني في نار الدنيا، هكذا نص بعض العلم. قال في رواية لا يجد أحد حلال الإيمان إلا حتى إلى آخر الحديث. وعن عباس رضي الله عنهما من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني المعنى فقد نال ولاية الله، لأن بذلك تنال ولاية الله. ولاية الله حب الله للعبد ونصرته وتأييده وحفظه. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، يعني يحب في الله ويغض في الله ويعطي في الله ويمنع في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. يقول وصارت عامة مؤاخاة الناس بأمر الدنيا، هذا زمن من؟ ابن عباس، واضح؟ يقول عامة الناس من أمر الدنيا، كيف عاد اليوم؟ قال وذلك لا يجدي عن أهلي شيئا، أي لا ينفعهم يوم القيامة، لأن الله يقول تقطعت بهم الأسباب، يعني المودة تنقطع، لأن حتى في الدنيا مشاهد واحد ما دام عنده أموال عنده منصب عنده كذا الناس تتصل فيه وتوافق، إذا عرف أنه ما عنده شيء، كما يقالنا في واحد كان وكيل وزارة كان هاتفه لا يسكت بالليل نهار اتصل فيه، طلع تقاعد كل ثلاث أربع خمسة أيام أسبوع ما حد يتصل، يوم كان على رأس العمل الناس ما شاء الله اللي يتصل عليه واللي يدعو واللي يتفضل واللي ها، بس يوم شاف ما وراء شيء تركوه الناس، نسأل الله العافية. نعم، نقرأ آن الشيخ شرح الشيخ بن باز رحمه الله، نسأل الله ينفعنا به، تفضل. قال رحمه الله هذا الباب في بيان إثبات محبة الله وأنها من أهم المهمات ومن أرغب العبادات، وأنها أساس لهذا الدين، فإن حبه سبحانه وتعالى يقتضي إخلاص العبادة له وطاعة أوامر إخلاص العبادة له وطاعة أوامره وترك نواهيه. قال وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ولهذا قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. يقول أن في بيان إثبات محبة الله، في بيان إثبات محبة الله، هل الله يحب؟ طيب نعم يحب، يحب ويحب، نعم هذا عقيدة السنة والجماعة، عقيدة القرآن وكتاب السنة. قال جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي السنة لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فالله جل وعلا يحب ويحب. وهذه المحبة يقول وأنها من أهم المهمات، صحيح، لأن أعظم محرك يحرك الإنسان اتجاه الشيء الحب، ولا لا؟ انظر حتى في أمر الدنيا، اللي يحب الرياضة ماذا يفعل؟ اللي يحب الأموال ماذا يفعل؟ اللي يحب زوجته ماذا يفعل؟ اللي يحب السفر ماذا يفعل؟ يستدين ويتعب ويشيل الشنط والمطارات، بس إيش؟ الحب. إذا حب الشيء تحرك، محرك قوي، ها؟ قد يتحمل الإنسان حتى المجازفة حتى من أجل ما يحب، أن ينال ما يحب. في حتى أمر، طيب اللي يحب الطاعة، اللي يحب الجنة، اللي يحب الله ماذا يفعل؟ يبذل. وذلك الذين جاهدوا في سبيل الله يبذلوا أرواحهم، لماذا؟ لحبهم لله عز وجل، لحبهم لرغبة الأجر، لرغبة في الآخرة، صح؟ إن لحياة طويلة، يقول آكل تمر
الجنة الجنة إني أجد ريحة الجنة دون أحد. شوف حب، حب محرك قوي جدا جدا. فلذلك قد يحب الإنسان حتى المعصية فيبذل من أجلها المخاطرة، صحته، سمعته، سمعة أهله من أجل المعصية لأنه أحبها. فما بالك إذا العبد عاد أحب الله عز وجل. وذاك هذا الحب ينمو في القلب، والمفروض على المسلم أن يداري حبه لله، يكثره ويعظمه. ولا لا، هل هو يزيد وينقص الحب ولا ثابت؟ يزيد وينقص. هل الناس في حب الله سواسية؟ لا، وين تفاوتون تفاوتا عظيما. فذا قال وأنها من أهم المهمات ومن أرغب العبادات، الحب لله، حب العبد لله عبادة عظيمة، عبادة عظيمة. وذلك الذي يحب مخلوقا كحب الله إيش هذا؟ مشرك. نعم. وأنها أساس لهذا الدين. نعم. قال يبين سبحانه أنه أن بعض الناس يتخذ أندادا من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والأنبياء والملائكة والجن وغير ذلك. هل في فرق لو اتخذ صنما أو شجرة أو حجرا أو نبي أو ولي أو ملك أو جني أو من آل البيت؟ في فرق والأمر واحد؟ الأمر واحد. لها من شبه المشركين أنهم يعبدون الأولياء، فإذا أنكر عليهم وأتي عليهم بآيات عبادة الأصنام اللات والعزة ومنات الثلاث الأخرى قال أنت نحب أولياء تجايب لي أصنام. فالجواب من وجهين اثنين. أول، الشرك شرك، سواء أشرك مع الله عز وليا أو شيطانا. عبدت عيسى مريم عليه السلام ولا عبدت بقرة؟ ما الفرق؟ اللي يعبد عيسى إيش أخوان؟ مشرك. واللي يعبد بقرة مشرك. ففضل المعبود من دون الله عز وجل كونه ولي ولا صالح ولا ملك ولا من آل البيت ما يخرج الشرك عن كونه من الشرك. واضح؟ الوجه الثاني أن المشركين الأوائل أيضا كانوا يعبدون أولياء، بل حتى الأحجار والأصنام كانت عبارة عن ماذا؟ عن تصاوير لأولياء. ما جئتوا بشيء جديد إذا عبدتم الأولياء من دون الله. حتى المشركين الأوائل يعبدون الأولياء، حتى النصارى يعبدون عيسى ومريم. فالشرك هو شرك، من عبد من دون الله مع الله أشرك، سواء المعبود هذا ملك ولا الشيطان، ولي ولا طاغوت، نبي ولا بقرة، كله شرك. ولأن المشرك الأوائل كان يعبد أيضا إيش؟ اتخذ من دون الله ماذا؟ أولياء. نعم. قال يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم محبة العبادة كحب الله، يعني كحب الله يعني محبة العبادة. نعم. كحبهم المؤمنين لله، أو كحبهم الله على أحد التفسيرين. والمقصود من هذا بيان أن هؤلاء المشركين ضلوا في هذا السبيل، حيث أحبوا مع الله غيره محبة عبادة، فخضعوا لهم وعبدوهم بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك. والواجب عليهم أن تكون محبتهم لله واحدة خالصة، لأنها محبة عبادة تقتضي إيمانهم به، وتقتضي إخلاص العبادة له، وتقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه إلى غير ذلك. أما محبة غيره فتكون تابعة لمحبته. يحب الرسل لله لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب المؤمنين في الله لأنهم أولياء الله أطاعوه، هذه المحبة لله وفي الله. أما حب العبادة فهذا خاص بالله، وهي محبة الخضوع والذل والاستكانة والطاعة والامتثال، فهذا خاص به جل وعلا لا يكون لغيره. يجب على العبد أن يحب الله محبة صادقة تقتضي إخلاص العبادة له واتباع شريعته وطاعة أوامره التي جاء بها رسله، وترك نواهيه، بخلاف أهل الشرك فإنهم أحبوا أندادهم كحب الله كما أحبوا الله، بل بعضهم زاد حبه لأنداده أكثر من حب الله، فصاروا يعبدون أندادهم ويخلصون لهم الدعاء وينظرون له ويسجدون إلى قبورهم ويتقربون إليهم بالذبائح والنذور. ولو قيل لهم افعلوا هذا لله كسلوا وضعفوا، فصارت محبتهم لأندادهم أشد. الله أكبر. صحيح. من المشركين من يحب الولي أكثر من حب الله، حتى أنه في مشرك هذا الزمان جعل دعاءه في الشدة والرخاء للولي،
سبحان الله العظيم. هذا معلوم مشهود، تجد في أضيق الأمور في يكاد تخرج روحه وهو ينزع، ها ومع ذلك يدعو الولي ما يدعو الله عز وجل، نسأل الله العافية. الأمر خطير جدا، نسأل الله العافية. نعم. قال: وبعضهم يجرأ على الحلف بالله كاذبا، ولا يجرأ على الحلف بشيخه ومعبوده من دون الله كاذبا، ويقول إنه أسرع انتقاما من الله لي، وما أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين ابتلوا بالشرك بالله وتعظيمهم محبة الغير على محبة الله سبحانه وتعالى. حق هذا حق، يقول إن حلفهم بالله كاذبا هذا عادي، يحلف يكذب، يقول والله، لكن ما يحلف بالولي إلا أن يكون صادقا، بيحلف يكذب يقول والله، لكن بيصدق يمينا لا يتجاوزها يحلف بالولي، حتى فيما بينهم يحلف إيش بالسيد الفلان بالولي الفلان، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. صحيح أن الحلف بغير الله شرك أصغر، شرك لفظي، لكن عند إذا صحبوا هذا الاعتقاد أن هذا المخلوق الحلف به أشد من الحلف بالله عز وجل، لأن هذا إذا حلفت به وكذبت يفعل ويفعل بك، أما الله غفور رحيم، لكن السيد تحلف به يشاور بيك، شلون يشاور بيك؟ يعني يقلبك إلى مخلوق آخر، قل الله، هذا الشرك بالربوبية شرك أكبر. طيب لو نبتلينا بواحد حرامي ولا لص ولا، تحلف بالله بحلف، تحلف بالولي أعطيك الخبر الصحيح، نحلف بالولي أو ما حلفه يضيع الحق، خله يحلف بالعباس بالكذا عشان ها سؤال من جديد، حلفه بالولي أو ما نحلفه بالولي؟ ما نحلفه بالولي، يضيع الحق، خله يضيع الحق، ما ندعو الناس للشرك ولو كان هو مشركا، ما ندعو، واضح؟ إنما ندعو للتوحيد، ندعو للتوحيد، عباد الله وحده لا شريك له، ما نحلفه بغير الله عز وجل. وقد وقع لي أن سألت رجلا قلت له أنت سني ولا ثاني ذاك؟ قال ما في فرق كلنا إسلام. قلت له أنا أعرف إن كلنا مسلمين بس يعني أنت إيش؟ قال ما في فرق. قلت له ما سألك على الفرق، أنت سني ولا؟ قال إيش ثاني هذا؟ قلت إيه، قلت ما دام ما في فرق ليش ما صار كلهم سنة؟ ما في فرق. قال لا في فرق بسيط. قلت اللي هو؟ هذه معي ها مش قصة روي عن أحد. قال الفرق حنا نعبد علي وانتم ما تعبدوا علي، بس هذا الفرق، هذا الفرق الوحيد. ها شوف، نسأل الله العافية، بكل صراحة هكذا يقول. ثم يقول يأتي واحد يقول انتم كفرتوا الناس، طيب من اللي قال اعبد علي عشان كفرته؟ هو الذي اختاره، قول معي اختار ايش؟ هو الذي اختار الكفر، ما جبرت انه يكفر، انتبهتوا؟ حتى الله يقول في كتابه شاهدين على انفسهم بالكفر، شاهدين على انفسهم بالكفر، جاء في تفسيرها هو قول الرجل انه يهودي انه نصراني، يقول ايش دياتك؟ يقول يهودي، يقول نصراني، يقول هندوسي، من اللي كفر؟ هو اختار الكفر اصلا. هذا لو ارغم على الكفر بالاكراه ونطق بكلمه الكفر لا يؤاخذ، انتبهتم؟ اذا كان قلبه مطمئن بالايمان وتحت التعذيب قال كلمه الكفر لا يؤاخذ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا هو اصلا اختار هذا الكفر ويختاره ويعبد غير الله، احنا كفرناه ولا هو الذي اختار الكفر؟ هو الذي اختار الكفر، لا انت تكفيري تكفرهم. لحظه هم كفرون ابو بكر وعمر مش تكفيري، اللي كفر ابو بكر وعمر ليس بتكفيري، واللي اختار لنفسه الكفر ها هو اللي يقول عن نفسه انه يعبد غير الله، انا صرت تكفيري؟ سبحان الله، هذه ليست جديده، اعقل الناس الرسل قال عنهم كذابون مجانين، هم اصدق الناس وعقل الناس، ماذا يقول عن عقل الناس واصدقهم؟ كذاب مجنون، سبحان الله. هكذا يفعل هؤلاء، يعني يكسب الخطيئه والاسم ويرمي به بريئا، يرمي على غيره، نسال الله العافيه. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنون أشد حبا لله من حب هؤلاء لأندادهم،
لأنهم أخلصوا لله العبادة وعرفوا حقه عز وجل، فصاروا يحبونه محبة عظيمة فوق محبة هؤلاء الضالين لأندادهم، ولهذا أخلصوا له العبادة ودعوه وحده وسجدوا له وحده وصرفوا له العبادة كلها وخضعوا لأوامره ووقفوا عند حدوده ونفذوا أوامره ولم يعصوه وتابعوا رسله، وعرفوا أن الرسل إنما هم مبلغون دعاه وليسوا آلهة معبودين، وإنما هم مبلغون عن الله تجب طاعتهم واتباعهم وتعظيم أمرهم ونهيهم، ومحبتهم في الله تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعدها: ولو يرى الذين ظلموا، يعني المشركين، إذ يرون العذاب أن القوة، يعني المشركين الذين ظلموا، يعني الذين أشركوا، إن الله يقول والكافرون هم الظالمون، الكافرون هم الظالمون، يقول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك ظلم. نعم. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، يعني لو رأوا ذلك واستحضروه لأحبوا الله أكثر ولعظموه أكثر ولأخلصوا له العبادة، ولكن جهلهم بالله وقلة بصيرتهم أوقعتهم في الشرك بالله عز وجل. نعم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فالذين اتبعوا من أولياء الله من المؤمنين ومن الرسل تبرؤوا من عابديهم الذين اتبعوهم وعبدوهم في الشرك وقلدوهم في الشرك، هؤلاء المؤمنون يتبرؤون منهم يوم القيامة كما يتبرأ الرسل من عابديهم يوم القيامة، ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، يعني أولئك المتبعون لأئمتهم في الباطل، المتبعون لأئمتهم في الباطل ولأعداء الله، وتقطعت بهم الأسباب، يعني لم يبق لهم سبب يتعلقون به لأنهم أشركوا بالله وبطلت أسبابهم وصاروا إلى النار، أعوذ بالله من النار. هنا في مواطن من كتاب الله عز وجل يتبرأ الذين استكبروا من الذين استضعفوا، صح؟ يتبرأ الذين استضعفوا من الذين استكبروا، ويحصل بينهم حوار، لكن هناك من هو متبوع ويعبد من دون الله وغير راضي، فهذا يوم القيامة يتبرأ منهم ويكفر بهم. من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكان بعبادتهم كافرين، هذا المعبود من دون الله وغير راضي يكفر بعبادة هؤلاء، وما قلت لكم أيش عبدوني، حتى رب العالمين يسأل الملائكة: أنتم قلتم الناس اتخذوني، يقول يسأل عيسى مريم، وإذ قال الله يا عيسى مريم أأنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما قلتم إلا أن أعبد الله، ما ها إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. فنفس المعبود من دون الله هو غير راضي يتبرأ من يعبده يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم. كمل. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، كرة يعني رجع إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، لأنهم تابعوا أهل الباطل وتابعوا أهل الشرك وتركوا عبادة الله وحده وتركوا اتباع الرسل عليهم. من هؤلاء لما هم خارجين من النار؟ الذين اتبعوا ولا الذين اتبعوا؟ كلهم، إلا أن يكون معبود من دون الله وهو لم يرضى بذلك، لأن من الناس من يعبد من دون الله وهو راضي بهذا، من الجن من يعبد من دون الله وهو راضي بذلك، بل هو يأمرهم، يعني هناك من يأمر الناس بأن يعبدوها من دون الله، الشيطان يأمر الناس يعبدون من دون الله، الجن يأمر الناس يعبدون من دون الله، أما الأنبياء الملائكة يعبدون من دون الله وغير راضين. فمن الطواغيت الخمسة من عبد من دون الله وهو راضي. نعم. قال: فلهذا هلكوا وأراهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار بسبب شركهم وكفرهم واتباعهم الباطل الذي نهاهم الله عنه ونهتهم الرسل عنه عليهم الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا أن الواجب
إخلاص العبادة لله وحده ومحبته سبحانه المحبة الصادقة التي تقتضي إخلاص العبادة له وطاعة أوامره وترك نواهيه، ويجب أيضا البراءة من عبادة غيره وإنكارها واعتقاد بطلانها، وأن العبادة حق الله وحده كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب إخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى، وأن الواجب محبته المحبة الصادقة الخاصة المقتضية لطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. أما محبة الغير فلا بد أن تكون تابعة لمحبة الله، فيحب الرسل لأنهم بلغوا عن الله وأدوا الحق الذي عليهم، فيحبون في الله محبة تقتضي اتباعهم وطاعة أوامرهم وتقديم هديهم على غيرهم. وهكذا المؤمنون يحبون في الله لطاعتهم لله وإيمانهم بالله، ولا يعبدون ولكن يحبون محبة الولاية والمحبة التي أوجب الله لهم، لأنهم أطاعوا الله ولأنهم عبدوا الله فنحبهم في الله، لأنهم إخواننا أطاعوا الله فنحبهم في ذلك، لا محبة عبادة ولكن محبة موالاة لهم ورضا بأعمالهم الطيبة التي عبدوا بها ربهم سبحانه وتعالى. إذا هناك من يحب اتباع لمحبة الله لأنه مطيع لله، كمحبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة الصالحين، هذا عبادة لله مش عبادة لهم. حب الصالحين، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه من العبادات العبد يتقرب به إلى الله. المحظور أن يحب المخلوق كحب الله، أما يحب المخلوق في الله ولله هذا لا بأس به. نعم. قال: أما المحبة الطبيعية التي طبع الله الناس عليها من محبة ما يناسب الإنسان من أكل وشرب أو نساء أو أولاد، فهذه محبة لا تقدح في حب الله ولا تضر محبة الله، إذا لم يؤثرها على محبة الله. يعني قد يؤثر على محبة الله، على محبة الله، فحينئذ إيش يؤثر؟ كالذي مثل يأكل في نهار رمضان قد وجب عليه الصوم، يحب الأكل راح أكل، ها، لأنه يحب الأكل، هذا يؤثم على ذلك. نعم. قال: إذا كانت لم تضر محبة الله ولم تضر محبة أوليائه، ولكنها محبة طبيعية تقتضي موجباتها من إحسان إلى الأولاد، من إحسان إلى الزوجات، من قضاء الوطر، من الإنفاق، إلى غير ذلك، فإذا زادت محبة الأولاد والأهل ونحو ذلك حتى صارت قادحة في محبة الله ومضر بها، بأن أطاع أهله أو ولده أو إخوته أو أصدقائه أطاعهم في معصية الله، كانت هذه المحبة مؤثرة في حب الله ومنقصة للإيمان بقدر آثارها على محبة الله عز وجل. صحيح. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فهذه المحبة للأهل والأولاد لا بد أن تكون مقيدة بطاعة الله ورسوله، لا تزيد على ذلك ولا تخرج عن ذلك، فإذا خرج في حبه لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأصدقائه عن ذلك حتى أطاعهم في معصية الله، في معاصي الله، صارت هذه المحبة قادحة في إيمانه ومضعفة لإيمانه وقادحة في محبته لله سبحانه وتعالى. طيب، هل يجوز أن يحب الكافر؟ في تفصيل: أحبه حب شرعي لا يجوز، إذا حبه حب طبيعي أو فطري، يحبه لأنه والده، يحب زوجته النصرانية الكتابية لأنها زوجته، هذا لا بأس به. لكن الحب الشرعي تحب إنسان لطاعة لله، كمان تبغض إنسان لمعصية لله، فلا يجوز أن يحب المسلم الكافر لكفره، لكن ممكن يحبه لقرابة أو لأنه ولده أو لأنه جار أو لأنه أحسن إليه، ها، أجرى العملية ولا أسعفه ولا شيء، لكن حب شرعي ديني ما يجوز إلا أن تحب إيش المؤمن لإيمان. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك محمد وعلى صحبه أجمعين.